انا على بالي كي تسمعي لو فون تاعك تقول هذا، تقول هو عايش معانا، بصح ما تقدريش تقبلها عقلك باسكو قبايلي. نحي هذيك تاع قبايلي وكاع ما كاش منها، فهمت؟ هذيك تو مي دكوتي، انا انسان ما عنديش عقليه هذه، فهمت؟ انا اللي يهمني فيك، ماشي كيما بعض الناس نعيمة ما دبي نشوفها في العبس. وي فوزالي تو سبي، هذيك باينة. شحال اللي يهمني شكون اللي راه موراكم، انا هذاك اللي نحوس عليه. دوك انا راني قلت لك انا ما عنديش تخمم هذاك، انا على بالي ما تديريش واش راني نقول لك. كنصيحة لوجه الله ولوجه السعيد بن زديرة، قسما بالله غير مسحوب بك الله. ونفكرك كيما فرشوش، نهار قلت له غادي يخلبطوا لك حياتك، ولا وانت يا وماكيست وجون سي با وانت مسيحي، هاو دوك شوفوه شاك فوا يكركروه للعداله. يبدا سيد الرئيس، سيد الرئيس شعل بريكي واحد الامريكي، سيد الرئيس انا ولا كيد كيد دجاجل التريسيتي تماك، يخرج كي الخابث داخل لا جوستيس كي الخابث. علاه لحقوا روحتكم هكذا وانت يا مرا، انت يا مرا يا محاينك، خذ الراي تاعي. هكذا كنت نهضر مع فرشوش، تعبني كنت اخطيك، كنت روح تصل بجماعة وطلب سماع وشوف كيفاش طالنجي الامور. ابشي اسمع، انت راني ننصح فيك، انا النصيحة تاعي توغلي في النظام، دخلي لهم بالنساء تاعهم، تدخلي توغلي المرأة تاع بدوي، المرأة تاع بن صالح، هذيك اللي ما تحوسي حوسي خبشي، خذي هذيك تاع الباصات واعطيها روحي، وين يحبسوك هبطي الماسك تاعك، هبطي الماسك تاعك وقولوا عباك شكون انا. يروحي للمرأة تاع غاني، رحت روحي غني هذاك اللي مات خو تاع بوتفليقة، تغلغلي دخل معاهم، جيبي المعلومة تجيبي، فهمتي؟ من بعد ديري لي لايف ومناسي تهديدات بدون ما تكونيش مباشرة، كيما قالك بن زديرة، قالك لازم تكوني سوستا سكيمي، تهددي فيهم وانايا كون ما ديرونيش وانايا نعرف وانايا، رمي لهم لي لاز، هما يعرفوا النساء تاعهم في الدار، يقولوا لهم يدخلوا للدار، فهمت؟ كي يدخلوا للدار يشوفوا، تقول له والله انا قبيله شفت اللايف تاع نعيمه ابارمون راهي تهضر عليا، شوفي اتونسيون كوكو مون بوتي كوكو، مع راجل يقول لي والله كيفاش لا كتهضر على المراه تاع فلاني، دخلي لهم كامل في بعضهم، ما تعيطوا لك وزير فلاني ولا كجنرال ولا عطيني شي، تهضر على مرتي باسكو هذيك الخطر، لا ماشي مرتك انت، قلت انت حوسي على واحد عدو تاعو، قلت تلعبي توجو، قولوا لا كنت نهضر على المرأة تاع فلاني، هاي يقول لك علاش هذيك حوسي، حبوا يفهموا سورتو الرجال، انت دخلي لهم طالما عندهم لو مونك سورتو لي ميليتير وكاع، تدخلي لهم قولوا والله غير هذيك واش نقول لك، والله شكون دي شوز قاسم بالله لو كان نقولوا لك يا حضر يعني فريمون، بدو يحوس هاي يحب تقولي له. ومن بعد يا اخي على بالك لعبي تماك اللي تلعبي ساتي دي زويت، ابي ساتي دي زويت حطيه في الجيب والسلام، وكملي طريقك تحبسيش تماك، ديري كامل الفتوحات وروحي لقدام، فتحي ثاني كاش واحد اخر وروح حتى تشد عليهم كامل الدوسيات. تولي امير دي زد ميجا بلوس، نعيمة صالحي دي زد ميجا بلوس، ايه ميجا سوبر ولا كيفاش عيطوا له، بعد واحد ما يقدر لك لا بواط نوار تاع لي فام دي 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 مينيستري دا. ومن بعد ولي انت لعبي اللعب تاعك. الو لويزا، راني نقول لك قلت عليك ورديه هك وهك، انا بالنسبه لي هذه القضيه كبيره، ودبتني في لافير تاع فلاني فلاني، وراجل كابارامو كان في القضيه، انا بكل صراحه راح ندير اللايف وكنخمم عليك، انت بنت فاميليا
دخلت على راجلك ما حبيتش باسي، وعلى بالك البارح شي مليحه هو معنا عليه، تشوفي اتونسيون. وعليه نعيمه واش كاين؟ خير ان شاء الله يا بنت الناس. انا والله ما والله دوك يدخل نقول له يدخل بعد يعيط لك، بعد تطلقي روحك في الصالون صح حضارة واش راك لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، طال فامي لاباس والله الحمد لله، احنا ثاني لاباس. واش القضيه هذا بارامون مدام؟ والله ما حبيتش نقول لك باسكو زيدوا بقى من عندك ديري برك من ايام منو مساكن ولاش. ودخلت نعيمه يدي زويت يا نعم نيميرو 10 ما يقول لك نبعثك. ندير لي انا ماذا بيهم انت لازم تتكبري شويه، يقول لك لازم تقولي له منو باش تجيبي لي معلومات. قول له واش حساب لك الخدمه باطل ولا؟ قول له شوف انا نروح نفريك القضيه هذه وعندي الدوسي تاع ولدي في بلاصه فلانيه، رجليني هنا نرجليك لهيه، ودخلي معاهم النعيمه. ايه نورمال البلاد هامله وعلى ما تبروفيتيش لوكازو. علاش ما تبروفيتيش لوكازو؟ انا نشوف بعض الناس في الجزائر، بعض السياسيين وبعض من النخبه، انا نشوف عيب عليهم يمكن يدخلوا معاهم كما راني نهضر انا. انتوما هذاك هو المستوى تاعكم، انتوما خلاص تحركتوا تحركتوا. شتي كيفاش ابيبري؟ واش حبيت نقول لك ثاني هكذاك؟ تي البلاد هامله تليقكم ليكم انتوما برك، وعلى تضيعيها بين يدك هذه الفرصه عليه. وانا نزيد ننصحك نصيحه لوجه الله، قسم بالله لوجه الله، نهار تجي اريبيكا باش تشنقك في سطيف، والله العظيم غير امني بربي غير هذاك من الاوائل الذين سيقدمون عليك تقريرا مفصلا. شوفي اتونسيون، هذه كاع نصائح لوجه الله، انا ما ديت عليها والو. انا دوك نكوبي اللايف ونعطيها بالرقدة. شحنتي على بالك واش درتي في لافير تاع نهار رجلك عيط البنقرون وعيط البنكولا ونهار هذو كي ما تحسبيش تنسى الناس راهي تستناك في برومي فيراج. شو برومي فيراج ايتيروبيك؟ هذه نصيحة، ما حبيتوش تسمعوا النصائح تبروا رسانكم. ما عندي ما لقيتش الحل معاكم، ما عنديش دواء، انا ما علي الا النصيحه. هذه هي الخوه، هذه هي نعيمه الاغليمي المغربيه. نقول لك لعبي لعبك قبل ما تغرب عليك الشمس، سينو غادي تندمي. دبري راسك. فوالا انا سي غراتوي، نخدم هذه الامور بينيفولا، فهمتي؟ بعد كاين الناس اللي ما عجبهمش وعلاش تنصح بو فكاري موني انا ندير رايي. شوف شوفي انا ما نخممش واحد يقول ودير اللايف مفو وبالي بالي بحتى واحد، ندير برك واش يقول لي راسي ونهضر واش نحب انا. ما نخممش لي زابوني تاوعي ولا مستمعين اللي نعتز بيهم يقولوا لوني ما فخمش بغيت عليا. واحد قال لك ما نخطب ما نولي مسال، هذه شاب بلال. وزاد قال لك واحد ما يعمر لي القفه، دونك ما نحوش ابري القدر بيان سور، القدر شو اوبليجي دي ريسبكتي، مي جامي ندير لايف ونخمم نقول بالك فلاني نو. دير لايف ونقول شنو حاب نقول. هذه يا نعيمه دبري راسك، شوفي اللايف هذا شوفيه مع مؤامد بين كسكس، شوفي مع راجلك سمعوه بيا. هذوك النقاط الاولى نقاط برك باش يبقاو القناه تاعي. من بعد تسمعي بعد 10 دقائق هذيك قاعد مع مؤامد، وسمعوا كلام ور كلام كلامك، وسمعوا بالعقل، لازم تكونوا في الشومبره ما يكونش بزاف الصوت. بعد حبسوا اللايف قول علاش قال هكذا هذه ايه صافي دي خمو عطري معاه يهضر معاك خمو شكون كاين حوايج كاينه منها، ولا السيد هذا بركي تيري رمان اللاز ولا راه اش كاين. سمعي بغرضك، عندك 30 دقيقه من حياتك
مديهم لهاد اللايف وخمي، هذه كاينه منها، هذه كاع ما كاش منها الهضره هذه اللي قال، لا في الماضي لا في الحاضر لا في المستقبل، هذيك نحيها صح ما تمسحيهاش، نحيها برك شو ميت كوتي وكملي، هذه كاينه منها هذه لا، هذه الطريقه مش مليحه، ها هو الطريق هذا ماشي تاعي، خمي وشوفي. فهمت كيف؟ اي الخو، انا خليكم تشيست اوبيراتيف من شوف هذيك القناة تاع ميمة تقفي، شوف شا عندها بريفي برك، انا اللي نتبع فيك في كل صغيرة وكبيرة، ما كانش على بالي بلي كاين امور قديمة سنفاجئك يوم يأتي الموعد. Tu m'as compris. D'accord, Naïma. Donc, il y a... Yani, avec un éducé qui est en train de se faire son live, il y a un rajlik, على بالي هو دفسك وعلى بالي بليك الجنار دوسي معاه وتصرى قضية وكل على بالي بصح هذاك ولدك كبير الله يبارك يقدش يقولك ماما تنسيون راكي شغل عبيك كل يوم تقبو تقبا واحد اخرى وليو تخيطو وليو تروح تخيط التقاب هذو كنتو ما تزيدو تقبوها واحد اخرى تعكروا الجو ليكم. البارح حسيتك ديزارمي خلاص ومن بعد خرجتي زعما مقبلات في ارتيكل ما كملتوش قرايت بحس كان كنت السوق شتبرك هكذا على بالي. شوف انا نقرا السطر الاول ونشوف الصوره نعرف المضمون، انا نعرف اسس التي ستذوبون فيها كما ذابت وورلد تريد سنتر على حافه جرف هارم، وكل ما بني هذه في صورة التوبة وكل ما بني ما نحكيش الدين انا باش نعطيك برك الله نستخلصك امر، ولكن الليله هذه اسمع نقولك حاجه نعيمه صالحي وعلى بالي كي نقولك هكذا غادي تزعزع شويه وانت على بالك بليك على بالي. شوف بن قزديره ما عندوش اللون، بن قزديره كيما تاتا سا ديبو لا كولور هذيك فهمت وين حطيتيه يتلون الى اخر رمق مازال لونيس اكير يقول لك امور خطيك من بن قزديره، خطيك بن قزديره سواء راه معك مباشرة ولا راه بإنسان عايش في فرنسا راه يدمر فيك بس سي بن قزديره كي يدير يار. هذا غادي يدمر بيك فهمتي كيفاه. ونزيد نقولك حاجة نعيمة هذي ماشي باش ندخل حياتك ولا ربي يسالك، قسما بالله لو كان جيت في بلاستيك غير هذاك محمد صالحي غير ندفس جدبابه اللي حلوه في القدام قسما بالله غير ندفسه، باسكو هذاك هو الرجل، الرجل سي تان كادر هو يكادريك يقول لك لا يا مدام لا ماشي هنا، هو يقعد لك مور الكاميرا قولي لا 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 يطلعوا لي في تي 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 تي. هذا راجل هذا راجل هو ثاني غلط تقول لي كيف تدمرني انا ما تدمرنيش روح هضر انت شفيتي في السياره كي تقول لي هضر يقولك لا ما نهضرش كي تكوبي اللايف او يحكي لك يخلص اللايف يبلع فمه يدمر في مرة اسكر الراجل كيما هذاك يعبك كيفاش يخمم نقول كيفاش يخمم هذاك. انا نقول لك انت دوكا تدخلي السجن يروح يجيب مرة تو سامبلومون نورمال عادي جدا بور محمد تروحي نورمال يروح يجيب مراه يبان لك هكذاك وانا يا وانا. شوفي واش دار لك نهار راح للبلاد نهار قلتي بنتي لو كانت قرا نقتلها الامازيغيه واللهجه واش قال في التلفزيون قال لهم لا لا انا بنتي تقرا الامازيغيه مسح فيك الموس نمر مو يل فاتو ديفوند يقول لهم لا انا بنتي ما تقراش اللهجه تاع القبائل تاع ولاد فرنسا ايه لا ما يمشي معاك جوسكو بو
هو الحق التلفزيون قالوا لا انا بنتي اعتز وافتخر بان ابنتي تقرا اللغه الامازيغيه. مسح فيك شغل انا خاطيني نعيمه. هذا رجل، هذا رجل يا رجل مواقف، الرجل سند ستوني بول ماشي. ومازال نعيمه. شوف نهار تحطي اسمعيش يقول لك لونيس، يوم تطأطئ ارجلك القضاء، وليس وكيل الجمهوريه وتروحي لقاضي التحقيق، نو نهضر تحطي رجلك في العدنه، غادي نسربي لك بعض الامور باذن الله. مش تعرفي من الناس المستمعين الاوفياء يقول كيفاش عندكم هذا لا باسيونس، عندكم هذا الامور واستنيتو محطت ايه وني باسيو حنايا بيسور وني باسيو. باسك انا نعيمه كي طيح من بروميير ايطاج ما تساعدنيش انايا، ماكسيموم لا شوفي ايو باسك الله يبارك سمينا ماكسيموم نقولو سي الجنو ولا التيبيا سي ريبارابل. بصح كي نعطيها الوقت تطلع الدوزيام تروازيام ايطاج كاتريام سانكيام سيزيام ويتيام يا خويا كي تجي نعيمه ديبار دير ديريكت وتجي اتنتو ذا انت تلقاو قلا انا واش نحوس انا. اما الاغبياء السذج اللي يحبوا وتستفزك ذين هذاك مساكن مرضى النفوس. انا قلت لكم هذوك لازم على الدوله ماشي السلطه، على الدوله نتكلف بعض الامور المركزيين داخل السلطه. اش اضرب الى اضرب رواماس ما تسامحوش، يجب ان تسامحوا في هذه الامور. اما الناس الذين جهلتهم هذه السلطه من 62 الى يومنا هذا، الناس اللي جهلتهم لا، يجب على العداله ان تجد لهم حلول نفسيه، حلول تعليميه، تلك لهم الحلول شي ترمهم في السجون. اما هذو الانذار واحد اخرين ارمي جدو الحبس ارمي، لان هذا الضرار للامه. هذا شغل بوزي دير بيرس رحمه، هذا يحرق روحه تحرق البلاد. هذو لا ما تسمحوش شيء. هذه باذن الله ساقوم ببث مباشر ونعتلكم بعض الامور، ومن بعد ان شاء الله مش تعرفوا بلي الناس حساب لهم كيما مبانوش في امر كيما يا حسره. هذو ما كانش اللي يعرفهم خير منا، كي نقول منا ماشي لونيس، كل الناس اللي كانت تدير لي فيديو حنا تبعناهم بدون حقد. هذوك الحاقدين وكاع ما كانش مساكن، هذو كيف انا يستاويو معاهم. حنا تبعناهم باش نعرفوا من اين انبثق هذا المرض. العشية هذه ذاك طب ربي حب حقا نعيمة صالحي قلت الملكة معطوب شافوها كل الجزائريين. تعالي الى هنا شوف نقولك على حاجة، ينهار نحط لك انتي كي نهدرك ذاك تسمعي في اللايف على بالك واش راني نقول. مي دوماج كما نقدرش اليوم نهدر للمستمعين تاوعي، دوماج معليش مي فافونير تكون احلى. هذا التشويق ماشي باش نشوقكم باش تسمعوني، لا، هذا التشويق عنده هدف اخر، وان في هذا الوقت ما لازمش نحط الامور هذيك. انا نقول بهذا المنبر لان من المستمعين تاع الاوفياء ملكه معطوب، نقولها ملكه بورتو هذا الكلام قادر نقولها لها في بريفي، لا بس كان ما عنديش واش نخبي مع ملكه. كون جو ديسكوت مع ملكه واش نقول في معاها في البريفي نقولو في اللايف. راهي تسمع فيا وعلى بالها. دونك نقول لك برك يا نعيمه وميم طون نبص ميساج للملكه. دابور ملكه معطوب افيك توت سي ديفو باسكو سي ان اتريما بيان سور ماهيش نبيه، ما عندك لا مستوى الثقافي تاعها لا العلمي ولا شيء آخر.
ما عاد الامور تاع الدار انا خاطيني، يعني ماشي مره باش ندخل معاكم في هذاك امور اللي تتعلق لقدر انا نعلق عليهم. ملكه معطوب، ومن بعد راني نقولها دركه في اللايف هذا، نهار ستاف نعطي لها هذا القرص الضاغط وهي تعطيك الحس، ماشي لونيس، هي اللي تعطيك الحس ماشي. قولي نعطيك الجزائر بالفخامة، نقولك خليها عندك، أعطينيك شما كاين الحسحاس، نضربها رقدة في الرمل وي، تعطيني واحد 20-30 مليار كل عام، نقبل ماشي نولي بريزيدو، نقبل نضربها بالرقدة.